بسم الله الرحمن الرحيم. هل تعاني من الخوف الشديد؟ هل تحس بأن صدرك يضيق عليك ونبضك يزيد؟ هل تحس بتسارع نبضات قلبك في صدرك بقوة؟ ليس لديك حل سوى الهروب إلى الله سبحانه وتعالى، إلى كتابه الكريم. سورة في القرآن الكريم ستزيل عنك الخوف والهم بإذن الله تعالى. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. سنتحدث في هذا الفيديو القصير عن سورة في القرآن الكريم لها فوائد عظيمة وسر من أسرار القرآن الكريم إزالة الخوف. هذه السورة هي سورة قريش. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. صدق الله العظيم. هناك فائدة عظيمة في سورة قريش لا يعلمها إلا القليل. لكي تستفيد من هذه السورة الكريمة ولإزالة الخوف الشديد، عليك بقراءة سورة قريش دبر كل صلاة مفروضة. وأيضا عندما تكون جالسا في مكانك وأحسست بخوف شديد، عليك بوضع يدك اليمنى على قلبك أو على صدرك وقراءة هذه السورة 3 مرات. وعندما تصل إلى آخر السورة في قوله تعالى وآمنهم من خوف، يجب أن تعيدها 7 مرات، وستحس براحة نفسية بعد قراءة هذه السورة بإذن الله.